هذا النعناع العبدي كيتسمى، شتيه شو اللون ديالو وشوف الورقة ديالو كيفاش، الورقة اللون ديالو والورقة ديالو كي دايرة، لاحظتيه يعني مختلف على النعناع. انت شتيه، وهذا النعناع فيه واحد فليو وكيبغيه البخوش تيجيه لذيذ كياكلو، شتيه لاحظتيه النعناع هذا كيتسمى النعناع العبدي، والريحة ديالو شمها مختلفة. شتي مختلفة قاسم كدايرة غدا بزاف. اللون ديال الحبق، وكاين عاوتاني النعناع الاخر وهذا العادي، اللي من القنفليو هذاك اللي من القنفليو، وكاين هاد النعناع هذا هو النعناع العادي. ها انت زيد شوية لهنا، هذا شتي ها هو كيبان لك، هذاك كيبان لك، هذا نعناع عادي يعني. ها انت شوف كي داير تبارك الله، هذا النعناع العادي، ما هو صفر ما هو خضر، ولا تيج ديالو خضراء، وهذا هو النعناع الطبيعي اللي حنا متعودينه في المغرب، حيت المغرب معروف باتاي بالنعناع، اتاي بالنعناع ما كيدارش في الدول الاخرى بحال المغرب. المغرب معروف البراد مشحر بالنعناع، شتي. اذا هادو الانواع، كاين اكثر من 1000 نوع ديال النعناع، شتي. وهذه بالنسبه لهادي، هادي راها اللويزه، وفوقاش خاص يتشرب هذه كل اللويزة. هذه اللويزة حتى هي نوع من انواع النعناع، شتي، والريحه ديالها مختلفه، شتي مختلفه، وتا هي كدار في اتاي وكتعطى كشراب للاطفال.